يلا تورة. اهلا ومرحبا بكم. رفض مطلب نزال السعدي على اثر طلبه شعول في احد ازقة العاصمة. كامل تفاصيل الحادثة معنا. عامل روحكم كيف في الشارع انت وان شاء الله ذاك. شو؟ الكل يحكي في الشارع من كل تروتوار. نعاود لك الجملة. رفض مطلب نزال السعدي على اثر طلبه شعول في احد ازقة العاصمة. كامل تفاصيل الحادثة. كانت هذه تفاصيل. استنى عاد انا اخويا قلت له فما الشعول فهمت؟ انا كغزلت له قلت امبوسيبل اذا ما اعطينيش فهمتني؟ ياك هاو صوت الميكرو ينصف. ياك هاو خويا فهمتني عمل هكا ما حبش يمد لي شعول فهمتني؟ وبلاي خويا فما عينين تتفرج معناتها. واو على اسري. واو. قامت الفنانة الاستعراضية مروة عيسى وقعدت وعلى أثر تأثرها بحادثة نزال السعدي ذهبت للبحر وجاءت تعوم والموج كلبها. تفاصيل الحادثة من شو مرة أخرى. مرة أخرى تفاصيل الحادثة كيفاش عامت الموج كلبها. يا أخويا اي ليه ريت اسمرت اخويا جيت تعوم فهمتني قلت لها مدام موج ودنيا وين يا اخي قلبها اخويا فهمتني ما انا خاطر فهمت فما شكون ما حبش يعطيني شعور قلت بك شي هي عندها غادي فهمت. وفي اخر الاخبار فقد الكورنيكور مصطفى حواس احد اسنانه الاماميه في اول في أول جلسة ثقافية بعد فيروس كورونا في بيتي. كل التفاصيل لن تجدوها. وفي آخر أخبار للجو والطقس معنا الخبير الصيني نتعذر على وجودنا هنا والسلام عليكم ورحمة الله. حس أمسك. بيان.